جئنا إلى كربلاء المطهرة، جئنا بعنوان سيد الشهداء الإمام الحسين، وهو الحقوقي الأول المدافع عن حقوق الإنسان، وهو من ضحى لأجل كرامة الإنسان بنفسه وعائلته. جئنا ونحن في امتداد هذا الخط، جئنا لكي نرفع الصوت عاليا ولن نركع إلا لله، كما يقولون الأحبة الآن، هيهات منا الذلة. هذا الشعار نرفعه دائما وسنظل نرفعه حتى نأخذ حقوقنا كاملة ونحصل على كرامتنا ونحصل على كل شيء فقدناه واغتصب، ونحصل على كل حقوقنا المغتصبة إن شاء الله. ونحن مؤمنون بالنصر الإلهي، مؤمنون بالوعد الإلهي، وإن شاء الله يأتي الزمان ونعمل هذا اللقاء إن شاء الله على أرض البحرين، على دوار الشهداء، دوار اللؤلؤة، على القطيف المغتصبة. نعمل هذه الشعارات ونعمل هذه الفعاليات بجانب مضاجع الشهداء، ونشكرهم على ما قدموه، وإلى النصر إن شاء الله.